اخسرها، كان ممكن احلب منك اكتر من كده، بس يلا نصيب. ملوكة ملوكتي يا ملوكتي بالزاف ملوكة، راحت فين دي؟ لمت هدومها؟ ده انا هطين عيشتك وعيدك سودة يا مليكة. ممنوع دخول. ممنوع ده ايه؟ اوعى على المحل ده، انا شاريه بفلوسي. انت مين؟ انا جوز الست اللي مشغلاكم. ست مين يا جدع انت؟ الست صاحبة المحل. المحل اتباع واصحابه رجاله مش ستات. رجاله؟ ايوه رجاله، يا امخخ مخ في المخاخ كلها. يا خساره يا مختار، طلعنا امخخ منك. انا مش فاهم حاجه. ولا عمرك هتفهم يا تغف. تغف؟ انت من امتى يا واد بتكلمني بالطريقه دي؟ ياد لا لا لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي الروس اتساوت. وزي ما انت عندك في البنك فلوس بالملايين، احنا كمان بقينا اصحاب محل يساوي ملايين. هو انتوا اللي اشتريته؟ ايوه. عندك مانع؟ البنت مليكة دي بهنها تهفت في نافوخها. ليه بقى ان شاء الله؟ ازاي يا كبير؟ انا مكحيانه ومفلسه زيكم. ومين قال لك ان احنا ما دفعناهاش فلوس؟ هو انتوا حليتكم حاجه؟ يا راجل انت اشتريته لينا. انا شاريه المليكة. يا عم الضغوف مليكة دي فيلم عملناه عليك عشان نقلبك. فيلم؟ يعني ايه؟ يعني بنت جبناها وزقيناها عليك عشان يخرج لنا من وراك قرشين. نعمل لك ايه بقى؟ ما انت ما بتجيش الا بصنف الحريم يا نمس. يعني انتوا اكلتوني انا البلوزه؟ ده انت اكلت البلوزه وصوابع زينب ولحست الطبق كله كمان. ده انا هفرقك؟ اوعى يلا، ومليكة دي انا هسجنها، ده انا مكتبها شيك ب 3 مليون جنيه. اوعى الشيك اتاخد من خزنتك واتقطع. اه ومليكة كمان خلاص بح سافرت، لو عايز حقك منها خده. وانا انصحك نصيحه من اخ الاخت، يعني ارفع عليها قضيه في محكمه العدل الدوليه. الدوليه اللي يسمع كلامنا. ارفع عليها صيح يا ضربانين، انا هبكيك بدل الدموع دم. لا تصدق دم خفيف موت موت موت. حاسب يا مختار، احنا عندنا رجاله مش زي زمان ويعرفوا يرموك بره كمان. تعالى ماشي، قسما بالله انا حقي ما يموت. خليكم فاكرين موت يا حمار. مالك يا مختار؟ مخنوق شوية. ألف بعد الشر عليك يا أخويا، من إيه؟ حاسس إني اتضربت على قفاه يا سماح. لا عاش ولا كان اللي يضربك على قفاك يا أخويا. أهو عاش وكان وبيتمتع بفلوسي دلوقتي. هو إيه اللي حصل؟ الناس كنت فاكرهم صحابي، لما طلعوا تعابين بتتلوى في الضلمة، هبشوا مني 3 مليون جنيه بلعبة واطية. يا لهوي عملوا ايه؟ مش مهم بقى سماح عملوا ايه، المهم ان هم عملوا. بس انا مش هسكت، انا هرد لهم العالم عالمين، ان شاء الله سايح فيها دم. بلاش يا اخويا، ده العند بيولد الكفر. امال عايزين اعمل ايه يا سماح؟ افضل قاعد ساكت واندب حظي زي الولاية؟ ارفع عليهم قضية يا اخوي. قضية ايه يا سماح؟ قضية ايه؟ بقولك ضحكوا عليا، استغفلوني، معيش حاجة تثبت حقي. خلاص استعوض ربنا، ما انت عندك كتير. هو لب ده، هم 20 مليون حيلة، راح منهم 5 لحد دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله، ده مال حرام ده ولا ايه؟ 5 مليون؟ 5 مليون يا مختار؟ في ايه؟ ده انت ما جبتلناش حتى بيت يتوينا. مش فتحت شركة ونجدت نفسي غير اللي هبشوه لد المكرمشة؟ يا ناري، عايزين لهم ترتيب من مخ ديب. بلاش يا مختار عشان خاطري، ما تستعديش حتى عليك. الله يخليك، مش عايزة افقدك، ده انا ماليش غيرك.
بتحبيني قوي كده يا سماح؟ ياه، ده انت راجلي وحلم عمري اللي ما كنتش اعرف احلمه ولا اعرف احققه. مش للدرجات يعني يا سماح، انا برضو فيها عيوب كتير. كلنا مشكلين يا حبيبي، بس المهم في الاخر خيرنا يغلب شرنا. انت الوحيده اللي برتاح عندك يا سماح، بتفهميني من قبل ما اتكلم، ولو اتكلمت بتسمعي كلامي لو على رقبتك، لانك الوحيده اللي بتخافي على زعلي. زعلك غالي عندي قوي يا سي مختار. انت اللي غالي عندي قوي يا سماح، قوي. بحس كاني بتولد من جديد في حضنك. ربنا يخليكي ليا يا ست البنات ويديمك عليا، وما يحرمناش من بعض ابدا، قول امين. امين يا رب. حقك عليا يا سماح. من ايه بس يا سي مختار؟ يعني حسني قصرت معاكي شويه، كانت السكينه سرقاني، انما الحمد لله فقت منها خلاص. يعني خلاص مفيش سهر لوش الفجر تاني؟ مفيش. ياه، ده احلى خبر سمعته في حياتي. يا ريتهم صحابك كانوا خانوك من زمان. تتمني لي الخساره؟ عشان فوقتك وخلتك تفكر تكسب في اللي جاي، وعلى راي المثل الضربه اللي متموتش تقوي. صح يا سماح، الواحد لازم يركز في شغله بالمعقول عشان يراعي اهل بيته. اهو ده الكلام المظبوط. يلا قوم نصلي الفجر يا جماعه عشان ربنا يوفقنا. يلا.